موضوع كارسينوما اوف ذا بلادر ده من المواضيع المهمه جدا، لان احنا في مصر في فتره من فترات كنا اكتر بلد فيها، او مش اكتر بلد يعني، اكتر كانسر عند الميل كان الكانسر بتاع البلادر، بينما احنا عارفين ان اكتر كانسر عند الميل في العالم هو البروستات الكارسينوما. احنا عندنا البلادر كارسينوما كانت مشهوره جدا، وده طبعا بسبب البلادر ديزيز. قبل بس ما ابدا في التفاصيل، الناس اللي على طول كانت بتبعتني تسالني تقول لي يا دكتور هل الفيديوهات دي فيديوهات مراجعه ريفيجن ولا شرح تفصيلي؟ لا، ده شرح تفصيلي، واللي بيتقال في الشرح ده هو اللي حضرتك مطالب بيه. البلادر كارسينوما اولا اللي هنتكلم على البريديسبوزنج فاكتورز، ايه العوامل المساعده اللي بتؤدي الى حدوث السرطان. عندي قاعده الثلاثه اس والاثنين سي. الاس الاولانيه ده اشهر سبب في العالم هو التدخين سموكينج. الاس الثانيه هو السبب الثاني وهو الستونز، وجود الحصوات اللي بتهيج اليورينري بلادر لفترات طويله بيعمل كرونيك اريتيشن وممكن تقلب الاستراتيفايد سكويمس، يحصل لها سكوستابليزيا وده يقلب بسرطان، لان انت عارف اصلا ان البلادر نوع الابثيليوم ايه، نوع ترانزيشنال. الاس الثالثه وهي اللي كانت مشهوره عندنا في مصر وهي الشيستوزوما، وهنعرف بالظبط الديدان بتعمل ايه. طبعا حضرتك عارف ان نوع الشيستوزوما اللي بتعمل لنا مشاكل في البلادر هي الشيستوزوما هيماتوبيوم، شيستوزوما هيماتوبيوم، تمام؟ يبقى احنا قلنا رقم واحد التدخين، اتنين الحصوات، تلاتة الشيستوزوما. عندي اتنين سي. السي الأولانية مواد كارسينوجينز، مواد عوامل مسرطنة، زي مثلا مادة اسمها الأنيلين، ودي مادة بتستخدم في الصناعة، ومادة تانية اسمها الفينايل كلورايد، ودي برضو مادة صناعية، تمام؟ في عندنا بعد كده السي التانية وهي بعض الأمراض الكونجينيتال، أمراض وراثية، عيوب خلقية. من أشهر العيوب الخلقية المنظر اللي حضرتك شايفه قدامك ده، إن طفل يتولد عنده مشكلة ديفكت في الأنتير أبدومينال وول، فتبقى عنده اليورينري بلادر إكسبوزد مكشوفة لبره، فيحصل لها إريتيشن مع الوقت. المنظر اللي حضرتك شايفه ده اسمه إكتوبيا فيزايكا. اكتوبيا فيزايكا اللي هو فيزايكا يعني بلادر، واكتوبيا يعني اكتوبيك، يعني كانها في مكان غلط او وضعها مش مظبوط. دي بيسموها اكتوبيا فيزايكا. وفي مرض تاني بيسموه بيتنت يوريكاس، بيتنت يوريكاس. والبيتنت يوريكاس دوت هو عباره عن قناه او تيوب بتبقى متصله بالبطن وبتفضل موجوده ومتصله بالبلادر. التيوب دي سهل تدخل لي انفكشن وتساعد على فرصه السرطان. يبقى ده بالنسبه لي البريسبوزنج فاكتور. اس الاولانيه قلنا سموكينج، اس الثانيه ستون، اس الثالثه شيستوزوما هيماتوبيوم، السي الاولانيه عوامل مسرطنه كارسينوجين زي الانيلين والفينايل كلورايد، السي الثانيه عوامل وراثيه كونجينيتال زي عيوب خلقيه زي الاكتوبيا فيزايكا والبيتنت يوريكس. طيب لما جينا نتكلم على السايتس اوف بلادر كارسينوما، لقى ان المنطقه اللي بتاخد تغذيه اكتر في اليورينري بلادر هي اكتر منطقه معرضه للسرطان. مين المنطقه يا دكتور اللي بتاخد تغذيه اكتر؟ هو البوستيريور وول، منطقه اسمها الترايجون، المثلث المشبع بالاوعيه الدمويه، لان ده بيدي سبلاي كويس فيسهل نمو السرطان. ده بالنسبه للسايت. التايبس انواع الكارسينوما في البلادر، ركز بقى معايا هنا لان الجزئيه دي مهمه ومحتاجه شويه تركيز. اولا احنا عارفين ان اشهر سرطانات البلادر بتبقى ترانزيشنال، وكلمه ترانزيشنال بيقابلها كلمه يوروثيليال. ترانزيشنال هي معناها يوروثيليال، مفيش فرق. طيب لقوا ان في مجموعه من الاورام اللي بتطلع في البلادر بتبقى اورام بابيلاري، بتعمل بابيلا بروجكشن، فسموها مجموعه الاورام البابيلاري يوروثيليال تيومرز. بابيلاري يوروثيليال تيومرز يعني اورام طالعه من ترانزيشنال ابيثيليوم بس عملت بابيلي، ودي فيها بيناين وفيها مالجنانت. يا دكتور احنا بنتكلم على كارسينوما اوف ذا بلادر، بس خد بالك احيانا بتبدا بحاجات بيناين، فحطوا المشاكل البيناين ضمن المشاكل اليوروثيليال البابيلاري العامه لانها ممكن تقلب مالجنانت، وحطوها لجريدز، جريد 1 2 3 4 5 جريد. تعال نشوف بتبدا ازاي. اول صوره اللي قدام حضرتك دي اللي بنسميها البابلوما، اللي هي اليوروثيليال بابلوما، ولما اقول لك بابلوما يبقى حضرتك متاكد حرفيا انها بيناين، اللي هي مكونه من كور فايبر فاسكولار كور ومغطى بترانزيشنال ابيثيليوم، دي بيسموها بابلوما، ودي تعتبر بيناين تيومر. يبقى اذا البابلوما مبدئيا هي بيناين 100%، خلاص ترانزيشنال سيل بابلوما او يوروثيليال بابلوما.
وقد تكون بابلومة عادية أو بابلومة مقلوبة اللي بنسميها inverted بابلومة زي اللي احنا نعرفها في الـ respiratory. طيب تعالى اتنين البابلومة اللي حضرتك شايفها دي بدأت عدد الطبقات تزيد أكتر من 7 layers، يعني هي نفس البابلومة اللي فاتت بس البابلومة بقى الإبيثيليوم فيها زاد قوي، فبدأنا نخاف فراحوا مسمينها ايه؟ قال لك والله مش هنقول عليها بابلومة لان بابلومة ده معناها بناين، احنا كده شاكين فيها. راحوا مسمينها ايه اللي شاكين فيها؟ سموها بابيلري لانها عاملة بابلي، يوروثيليال لانها ترانزيشنال، نيوبلازم ورم. طب هل هو حدد بناين او مالجننت؟ قال لك لا مش هحدد. ليه؟ لانها مشكوك في امرها. وراح متقال عليها اوف مالجننت بوتنشال، يعني قد تتحول وقد لا تتحول. يبقى دي مرحلة بوردر لاين متوسطة ما بين البناين والمالجننت، اسمها ايه؟ بابيلاري يوروثيليال نيوبلازم اوف مالجننت بوتنشال. تفرق يعني البابلومة اللي فاتت عدد الطبقات اكتر من 7 layers ولكن شكل الخلايا لسه حلو. طيب لو اتحولت الى سرطان حقيقي ساعتها هنقول عليها ايه بقى؟ قال لك هنسميها بابيلاري لانها برضو عاملة بابيلي، خلاص. يوروثيليال لانها ترانزيشنال كارسينوما، يبقى انا متاكد ان الخلايا بقت خلايا سرطانيه، يبقى اذا دي مرحله سرطانيه مؤكده اللي هي بابيلاري اوثيال كارسينوما. بيقول لك البابيلاري اوثيال كارسينوما هتبدا تلاقي ان الخلايا بقى فيها انابليزيا، بقى شكلها وحش، والنيوكليي بقت كبيره وهايبر كروماتيك وفيها مايتوزز، علامات السرطان التقليديه اللي احنا عارفينها. ولكن قال لك والله لو علامات السرطان دي ضعيفة، الأنابليزيا ضعيفة، هنقول عليها low grade. ولو الأنابليزيا عالية وشكل الخلايا قبيح جدا هنقول عليها high grade. ودي ده النوع اللي ممكن يبقى invasive وrecurrent وممكن يرجع تاني، إنما اللي قبله لا invasive ولا recurrent. تمام، يبقى دي المراحل أو الجريدز بتاعت البابيلاري يوروثيليال نيوبلازم، دي أورام عملت بابيلي. طيب في احتمالات تانية؟ احيانا سرطان البلادر ما بيعملش بابيلي ولكن بيبدا بتغيرات في الابيثيليوم، شكل الابيثيليوم الترانزيشنال بقى وحش، ترانزيشنال بس وحش، يعني حصل ولكن ما عملش انفيجن بيس ممبرين، فيسموها يوروثيليال يعني ترانزيشنال كارسينوما انسايتو. يعني ايه كارسينوما انسايتو؟ نوت انفيدنج بيس ممبرين، اللي هي او بيسموها فلات ليجن، فلات ليجن اللي هي بقت مسطحه كويس، خلايا كتيرة وحشة ومالجننت ولكن ما عملتش ماس وما عملتش بابيلي، ودي مش هتقدر تعرفها إلا لو سحبت عينة وبصيت تحت الميكروسكوب. خش بقى في السرطانات اللي بجد الانفيزيف الخطيرة، وهي النوع الأولاني كتلة من الترانزيشنال إبيثيليوم، يبقى يسموها يوروثيليال كارسينوما أو ترانزيشنال سيل كارسينوما. اللي عبارة عن ايه يا دكتور؟ عبارة عن كتلة من الترانزيشنال ابيثيليوم، خلايا مالجننت فيها علامات المالجننسي، عاملة ماسز او سوليد شيتس وعاملة انفيجن مخترقة للجدار. اللي بعده سكويما سيل كارسينوما، طبعا عارفين السكويما سيل كارسينوما بتبقى سيل نست وفيها كيراتينيزيشن وبرضه عاملة انفيجن للجدار ومخترقة لتحت. امتى يطلع سكويما سيل كارسينوما في البلادر؟ في حالات السكويماس ميتابليزي، لو الإبيثيليوم قلب. امتى يقلب؟ في حالات الشستوزوما بيقلب وفي حالات الستون ممكن يقلب. تمام، فدي حالات بيحصل فيها سكويما سيل كارسينوما. غالبا لو حصل سكويما سيل كارسينوما بيبقى السرطان حجمه كبير ضخم، عامل فانجيتنج ماس ومالجننت ألسر وعامل كتل ضخمه. الاحتمال الغريب الادينوكارسينوما. يعني ايه ادينوكارسينوما؟ يعني يطلع سرطان عامل لي جلاندز، ولو السرطان عمل جلاند يبقى نسميه ادينوكارسينوما، تبقى جلاند لايند باي مالجنانت سيلز وفيها انابليزيا وعامله انفيجن برضو للجدار، دي سموها ادينوكارسينوما. تقول لي يا دكتور ما فيش حاجه اسمها اصلا جلاند في البلادر، انت بتقول لي ادينوكارسينوما، طب اصلا ما فيش جلاند في البلادر، جت منين؟ عندي حالتين اللي هما مشهورين جدا. الحالة الأولانية اسمها سيستايتس جلانديولاريز، ودي زي اللي كانت بتحصل في حالات البلهارزيزيز، خدناها في البلهارزيزيز في الجنرال، إن أنا عندي جزء من الإبيثيليوم يحصل له كولامنر ميتابليزيا ويقلب جلاند. لو قلب جلاند وحصل ميتابليزيا في الإبيثيليوم ساعتها يقلب أدينوكارسينوم. ودي بتحصل مع البلهارزيزيز وممكن تحصل مع الستونز أو أي مرض مزمن. الحالة الثانية اللي هي اسمها بيتنت يوريكاس أو يوريكاس ريمينانت، إن أنا يبقى عندي وصلة أو تيوب فاتحة على البلادر وفاتحة على البطن.
الجزء دوت التيوب دوت بيبقى نهايته عامله زي الدكت، عامله زي الجلاند، ممكن تقلب سرطان لانها بتبقى متهيجه بالانفكشن اللي بيجي لي من بره، فممكن ده يعمل لي ادينوكارسينوم. ده في حالات البيتنت يوريكاس، يبقى دي الحالتين المشهورين اللي بلاقي فيها ادينوكارسينوما فين؟ في البلادر. يبقى خلاصه الكلام، سرطان البلادر ممكن يعمل اورام بابيلاري، بعضها سرطان وبعضها مش سرطان، وقد يكون كتله مسطحه اسمها يوريثيريك كارسينوما انسايتو، وقد يكون كتل كبيره انفيزيف زي سكويما سيل كارسينوما، زي ترانزيشنال كارسينوما سكويما سيل كارسينوما ادينوكارسينوما. والادينوكارسينوما بتحصل اون توب اوف سيستايتس جلاندولاريز او يوريكاس ريمينانت. دي صوره اليوريكاس ريمينانت، ان العيان بيبقى عنده بيتنت دكت مفتوحه من الامبلايكس على البلادر. طبعا الدكت دي بتبقى الجزء دوت بيحصل له اريتيشن لان بيجي له انفكشن من بره، فده ممكن يقلب بادينوكارسينوما في المنطقه ديت. تمام، ده بالنسبه للاورام اللي بتطلع في اليورينري بلادر. طيب في عندك بقى جدول تقسيمه تانية متقسمه الى بالهارزيال ونان بالهارزيال. بص بقى معايا، لان احنا في مصر بقى بيقول لك ايه، مصر وانت عارف في مصر اشهر سبب بالهارسيا، فيقول لك والله السرطان ده كان سبب بالهارسيا ولا لا. طيب رحنا مقسمين العيانين لاثنين، واحد سبب بالهارسيا والتاني سبب حاجات تانيه، لان احنا اكتر اشهر سبب في مصر عندنا كان البالهارسيا، اللي هي طبعا كانت الشيستوزوما ايه، هيماتوبيوم، شيستوزوما هيماتوبيوم. بص يا سيدي، اول معلومه عندنا البلهارزيا الكارسينوما في البلادر، العيان اللي بيجي له سرطان بسبب البلهارسيا غالبا بيبقى ميل، كان بيسبح في الترعه بينزل الميه من وهو صغير، فجاله البلهارسيا مثلا في سن 10 سنين 15 سنه، قعدت في جسمه 10 سنين 15 سنه، وصل مثلا سن 30 سنه كان البلهارسيا عملت له سرطان. يبقى ليه بيحصل في سن مبكر؟ ده سن صغير بالنسبه للسرطان، لانه عنده بلهارسيا من زمان، لان البلهارسيا ده كرونيك ليجن عنده من هو صغير، فلوها دايما بتيجي في سن صغير. انما النان بالهارزيا الكارسينوما لا، ده سرطان جه بسبب السجاير، بسبب الحصوات، بسبب اورام حميده اتحولت، فده زي اي سرطان بيبقى في سن اكبر شويه، اولد ايج. ادي اول نقطه. طيب نيجي نتكلم على الشيستوزوما، ايه البريكانس، ايه البريسبوزنج فاكتور؟ اولا الدوده نفسها مشكلة. ليه؟ لأن الدودة دي بتنتج حمض أميني اسمه التريبتوفان، والتريبتوفان قد يتحول بفعل البكتيريا اللي موجودة، لو في التهابات أو بكتيريا قد يتحول إلى حاجة اسمها نيتروزاماينز، والنيتروزاماينز اللي هي زي النيتريك أوكسيد والكلام ده مخلفات مسرطنة. تمام. النقطة الثانية ان الالتهابات اللي في اللي في البلادر بقى لها فترة طويلة البلهارسيا دي بتحفز البكتيريا الانفكشن، ووجود البكتيريا لفترات طويلة بيساعد على تكوين النيتروزامينز. يبقى اذا البكتيريا بتساعد الالتهابات بتحول التريبتوفان الى نيتروزامين. تمام. الحاجة الثالثة ان لقوا ان العيانين دول ممكن يجي لهم مع الديدان ديت بتبقى شايلة فيروسات. قال لك نظرية قالت الهيومن بابيلوما فيروس، طبعا هيومن بابيلوما فيروس انت عارف اللي هو الارقام الكبيره 16 و18، ده برضو من العوامل المساعده على السرطان مع البلهارسيا. في بعض الناس قالت والله لقوا الفيروس ده عايش على الدوده نفسها، دي يعني نظريه من النظريات. يبقى ده كده البريسبوزنج فاكتور، الدوده والبكتيريا والفيروس. افتكر العدوان الثلاثي على البلادر، دوده وبكتيريا وفيروس. الفيروس نفسه اونكوجينيك، يعني ايه اونكوجينيك؟ يعني يعرف يعمل سرطان. طيب ايه بقى البريكانسرس ليجنز؟ والله البريكانسرس ليجنز حضرتك هتلاقي عده تغيرات، ودي خدناها في البلهارسيا قبل كده. اول تغيير اسمه سكويمس ميتابليزيا، ان ترانزيشنال ايبيثيليوم نوعه يقلب سكويمس، فده ممكن يعمل سكويمس سيل كارسينوما، يبقى سكويمس ميتابليزيا. اتنين، ان ممكن الايبيثيليوم يتحول كولامنر ويعمل حاجه اسمها سيستايتس جلاندولاريز، سيستايتس جلاندولاريز دي بتقلب بادينوكارسينوما. النقطة رقم ثلاثة، إن ممكن ساتفاي سكويمس ده يزيد قوي قوي قوي، يدخن الكيراتين اللي فيه ويعمل لي بقعة بيضاء اسمها ليكوبليكيا. يبقى دي أشهر ثلاث حاجات بتقلب عندنا، الليكوبليكيا والسكونستابليزيا والسيستايتس جلاندولارس. طيب السرطان ده غالبا لما بيحصل بيبقى سرطان بجد عند المصريين، مفيش هزار، يا اما فانجيتنج ماس، يا اما مالجنانت السر، يا اما انفلتريتيف، وغالبا السرطان بيبقى في الغالب نوعه سكويمس سيل كارسينوما في الغالب يعني، بس ممكن تلاقي ترانزيشنال، ممكن تلاقي ادينو، كل الاحتمالات وارده، بس اكتر حاجه عندنا السكويمس. ده بالنسبه للنوع البلهارزيال. طب النوع النان بلهارزيال ايه اشهر البريسبوزنج فاكتور؟ اشهر البريسبوزنج فاكتور اللي هي الحاجات اللي بتعمل سرطان من غير بلهارسيا، اللي هو زي ايه مثلا؟ زي الاس سموكينج، التدخين،
زي الاس ستونز الحصوات، زي مثلا قلنا ايه تاني السي كارسينوجينز عوامل سرطانه زي الانيلين زي كونجينيتال، كل ده تمام. بس طبعا الكونجينيتال دي هتجيب لي السرطان في سن بدري شويه، انما دول طبعا على ما يعمل اريتيشن بياخد وقت. طيب ايه البريكانسرس ليجن؟ والله البريكانسرس ليجن الحاجات دي ممكن تعمل التهاب مزمن، التهابات كرونيك سيستايتس في البلادر، التهابات مزمنه في اليورينري بلادر، او ممكن يحصل برضو سيستايتس جلاندولاريز تمام، او حاجه ثالثه بقى ملهاش علاقه بيهم، ان العيان يكون عنده بابيلوما، بابيلوما اصلا بناين تيومر وقلب ايه وقلب مالجنت. طيب السرطان هنا بيقول لك والله هو ممكن يبقى السرطان احجام صغيره واحجام كبيره، والله لو جاي بعد بابيلي يبقى السرطان بابيلري، هيعمل بابيلي بالشكل ده، ولو السرطان الاسباب الاخرى كلها تعمل لي لا نون بابيلري، نون بابيلري بقى يدي الاشكال العاديه فانجيتنج مالجنت السر انفيلتريت في الاشكال اللي احنا عارفينها. غالبا السرطان بيبقى ترانزيشنال سيل كارسينوما غالبيه الحالات، بس ما يمنعش انه يبقى سكويمس، وما يمنعش انه ممكن يبقى ادينو برضه تمام. ده الفرق ما بين الاثنين. ايه الكومبليكيشن بتاع سرطان البلادر؟ اي سرطان في البلادر اول كومبليكيشن انه يعمل سبريد زي اي سرطان دايركت وليمفاتيك وبلاد. تاني كومبليكيشن والله هو عامل ماس يبقى ممكن يعمل اوبستراكشن. طب ايه المشكله لو قفلت البلادر؟ لو قفلت البلادر يبقى اوبستراكتيف يوروباسي، يبقى اللي فوق كله يتنفخ، يحصل هايدرو يوريتر، يحصل دايفيرتيكولا جوه البلادر يعني انتفاخات جوه البلادر، دايفيرتيكولا يعني انتفاخات في البلادر، اليوريتر يحصل هايدرو يوريتر، الكيدني يحصل هايدرو نفروزز، ممكن يحصل بايو نفروزز، يعمل رينال فيلير، ده اشهر سبب يموت العيان ممكن يجيله رينال فيلير. فده لو انت كتله كبيره وقفلت. طيب لو انا عندي ألسر، الألسر ممكن يحصل لها سكندري انفكشن، تجيب لي بكتيريا، طب بكتيريا في اليورين هتعمل حصوات، ما احنا عارفين لان البكتيريا بتغير البي اتش. طيب الألسر تعمل ايه تاني؟ تعمل نزيف. طب نزيف من اليورين يبقى هيماتوريا، يبقى انيميا تمام. ممكن يعمل الألسر يجي لها ايه تاني؟ بيرفوريشن، اللي هي الكومبليكيشنز التقليديه بتاعت السرطان. طيب هنيجي بعد كده الموضوع اسمه سيستايتس. طبعا كلمه سيستايتس معناها ايه؟ معناها انفلاميشن اوف يورينري بلادر، اي التهاب في اليورينري بلادر هنسميه سيستايتس. بص بقى معايا، اولا البريديسبوزنج فاكتور العامه بتاعت التهابات اليورينري بلادر هي نفس البريديسبوزنج فاكتور اللي كنا بنقولها في البايلونيفرايتس. ايه البايلونيفرايتس يا دكتور؟ البايلونيفرايتس اللي هو التهاب حوض الكلى اللي هو الصديد اللي في الكلى. ليه؟ لان اصلا مريض البايلونيفرايتس بدا بلور يورينري تراكت انفكشن. ما العيان اللي جاله التهاب في الكلى وصيد في الكلى، ما البكتيريا جات له منين؟ ما جات له من تحت. يبقى اذا العيان ده اصلا كان معرض لبكتيريا من تحت، اكيد دخلت البلادر الاول تمام. ايه بقى البريسبوزنج فاكتور اللي بتعمل السيستايتس؟ اول بريسبوزنج فاكتور افكرك بتاع البايلونيفرايتس انها تبقى فيميل، يبقى ده اكتر عند الستات. ليه؟ لان اليوريثرا بتبقى شورت اند وايد، سهل يجي لها انفكشن اكتر. اتنين، لو في حاجه دخلت العدوى زي الستون، زي الكاثيتر القسطره، زي اي انسترومنتيشن، اي انسدادات تساعد على تراكم البكتيريا، كل دي عوامل. وطبعا الدايابيتس وضعف المناعه والقصص دي كلها. واشهر بكتيريا هي برضو نفس البكتيريا مجموعه الكيبس، بس اشهر حاجه الاي كولاي تمام. ده اللي هو العوامل العامه بتاعت السيستايتس. نيجي نقسمها اكيوت سيستايتس. اكيوت سيستايتس والله هي الحاله اللي انا قلت لك عليها دي، ويبقى عندي اكيوت انفلاميشن في اليورينري بلادر. ايه الاعراض بتاعت اي سيستايتس؟ اي مريض عنده او مريضه عندها سيستايتس بيبقى عندها الم في البلادر او الم في التبول، يعني ديسيوريا. اتنين، بيبقى طبعا الديسيوريا دي الم اثناء الميكتيوريشن. اتنين، ممكن الاقي بايوريا، في بعض الحالات ممكن يبقى فيه بايوريا. تلاتة، بعض الحالات ممكن يبقى فيها هيماتوريا لو الالتهاب شديد وبدا يجيب لي دم. يبقى ديسيوريا، بايوريا، هيماتوريا. وطبعا في حاجه اسمها فريكوانسي. فريكوانسي، فريكوانسي يعني ايه؟ يعني يدخل الحمام كتير لانه البلادر مش قادره تملى قوي لانها ملتهبه، ففي ضغط طبعا جوه الجدار، في انفلاميشن جوه الجدار، ففي ضغط عالي، فهو اي كميه بسيطه تهيج البلادر، تهيج العصب. وارجنسي، ارجنسي يعني لما بيتزنق بتبقى حاله حرجه ما يقدرش يمسك نفسه تمام، ارجنت يعني. طيب يبقى ديسيوريا، بايوريا، هيماتوريا، فريكونسي، ارجنسي، دي اعراض السيستايتس، ومش كومن ان يحصل فيفر. طيب ممكن والله الاكيوت دوت يكمل. التقسيمه اللي انا بقولها لك دي التقسيمه اللي اتقالت اتشرحت في المحاضرات، بس التقسيمه اللي عندك في المذكره هي التقسيمه اللي موجوده في الكتاب، فانا دلوقتي بشرح بالتقسيمه بتاعت المحاضره.
لان في شويه اختلافات ما بين المحاضره والكتاب. فهو المذكره عندك مطابقه للكتاب، انما الشرح اللي انا بشرحه ده مطابق للمحاضره. طيب الاكيوت دي لو طولت وما خفتش تبقى كرونيك نون سبيسيفيك. هلاقي ايه في الكرونيك نون سبيسيفيك؟ والله زي اي كرونيك انفلاميشن. يعني ايه يا دكتور زي اي كرونيك انفلاميشن؟ يعني هتلاقي كرونيك انفلاماتوري سيلز، ممكن تلاقي فايبروزس، ممكن تلاقي اند ارترايتس او اوعيه دمويه مقفوله، والاعراض هي نفس الاعراض اللي فاتت، تمام، ومفيش اي حاجه مميزه. طيب الكرونيك سبيسيفيك بقى بيقول لك لا، ده في الالتهاب بقى في حاجه مميزه، ايا كانت الحاجه المميزه دي. وادانا شويه انواع. عندي مثلا نوع اسمه ايزينوفيلك، تفهم بس الانواع دي. كلمه ايزينوفيلك تفتكر مليان ايه؟ مليان ايزينوفيل. طب ده معناه غالبا العين عنده حساسيه، يبقى سبب الالتهاب كان حساسيه، فللانفلاميشن احنا هزود على اللي فات، كلهم فيهم انفلاماتوري سيلز، فيهم اند ارترايتس، فيهم فايبروزس. زود في الايزينوفيلك انه مليان ايزينوفيلز. ليه؟ لانه الرجي. نوع اسمه جانجرناس، خطير جدا انه يحصل جانجرين في البلادر. طبعا جانجرين في البلادر حاجه نادره جدا جدا جدا، وده ما يحصلش غير بسابروفيتك بكتيريا، تدخل عن طريق تلوث جاي من تحت، وده مش هيعمل القصه دي غير لو واحد عجوز وعنده مرض مزمن ديبليتيتنج ديزيز. فالجانجرين ده مش حاجه كومن. في نوع اسمه انفيزيميتاس، نوع معين من انواع البكتيريا، البكتيريا ديت بتبقى موجوده بتنتج جاز، الجاز دوت يعمل انتفاخات في الجدار بتاع البلادر. طبعا كلمه انفيزيما ما يقصدش الانفيزيما بتاعت اللنج، يقصد هواء في البلادر، هواء في الجدار. ايه اللي نفخ الجدار؟ هواء، الجاز اللي البكتيريا بتنتجه، ده اسمه انفيزيميتاس. نوع اسمه انترستيشيال. يعني ايه انترستيشيال؟ يعني انتراميورال، الجدار كله تخين ومليان انفلاميشن. اتوقع الابيثيليوم طبعا يوقع الابيثيليوم ويحصل ايه؟ ويحصل ألسر. فالنوع ده غالبا بيعمل لي ألسر، اللي هو النوع الانترستيشيال. النوع اللي بعد كده اسمه بوليبويد. والله يقول لك الالتهاب مليان اديما وانفلاميشن لدرجه انه بدا يعمل لي بوليب، او حتى جرانيوليشن تيشو، يعني اي التهابات شديده مزمنه ممكن تقوم عامله لي بوليب، فيسموه بوليبويد. النوع اللي بعده اسمه ملاكوبليكيا. ايه ملاكوبليكيا؟ بليك يعني منطقه مرتفعه، بلاقي الالتهاب في حته عاليه كده بس سوفت فرايبل بتتفتت. لما خدوا منها عينات لقوا انها مليانه ماكروفاج واكله بكتيريا. الماكروفاج اللي واكله بكتيريا ديت بتبان البكتيريا جواها كده مش مسبوغه اهي، سموها ميكائيليس جوتمان بوديس. ميكائيليس جوتمان بوديس. يبقى انا اذا الملاكوبليكيا هي مناطق بليك مرتفعه بس سوفت نوديولز او بليكس فرايبل هشه خالص. دي ايه؟ دي بكتيريا وماكروفاج حول الجهاز المناعه حاول يقاوم، بس عمل لي شويه ايه؟ تجمع من الماكروفاج اللي واكله بكتيريا، فيسموها ميكائيليس جوتمان بوديس. وفي نوع عندك زود اسمه جرانيولوميتس، ان ممكن الالتهاب يبقى سببه جرانيولوما. والجرانيولوما ديت زي التي بي مثلا اشهر حاجه، وزي الايه؟ البلهارسيسس. تمام؟ دي انواع السيستايتس. تعال نتكلم على حاجه ديفرنشال دايجنوز مهم اسمه هيماتوريا. يعني ايه هيماتوريا؟ يعني بليدنج فيليورين. المريض اللي عنده هيماتوريا ممكن يبقى سبب الهيماتوريا حاجه جنرال، زي مثلا ما احنا عارفين بقى بليدنج تندنسي، سيوله في الدم، ارتفاع ضغط الدم، الكلام الفاضي ده كله، او اسباب لوكال ليها علاقه باليورينري تراكت. الاسباب اللوكال هنجمعها في كلمه سيست. اولا ممكن يبقى السبب كونجينيتال، بجيب دم في البول بسبب عيب خلقي. هقوله لك دلوقتي. اي انفلاميشن، التهابات في الكلى او في البلادر. اس وده سبب مشهور، ستونز، وهنعرف نوعها دلوقتي. تي وده سبب خطير، تيومرز، وهنقولها دلوقتي. كونجينيتال، العيوب الخلقيه اللي تجيب لي دم. اشهر عيوب خلقيه الكلى المنتفخه، اللي هي البوليسيستيك كيدني ديزيز، اللي هو خاصه النوع الادلت تايب. الادلت تايب ادلت بوليسيستيك كيدني ممكن يفرع ويجيب دم. انفلاميشن، انفلاميشن فين يا دكتور؟ التهابات الكلى، الانواع اللي هي الجلوميرولونفرايتس، النفريتك طبعا. انت عارف النفريتك هو اللي بيجيب دم. او انفلاميشن في البلادر، اي سيستايتس ممكن تجيب لي برضو دم. تمام؟ يبقى انفلاميشن في الكدني اللي هو انواع النفريتك كلها هتقولها، وانفلاميشن في البلادر. الاس ستونز خاصه الحصوه اللي كانت مشرشره شائكه اللي هي كانت اوكزالات ستون. كالسيوم اوكزالات ستون، دي طبعا كان لونها بني لانها مصبوغه بالدم. تيومرز، اورام، بص يا سيدي بقى، اورام الكلى زي الرينال سيل كارسينوما والويلمس تيومر، اورام البلادر اللي احنا قلناهم كلهم السرطانات بتاع البلادر او حتى البناين، اورام البروستات، خد بالك لان البروستات لو عملت سرطان بيخترق اليوريثرا ويبدا يجيب دم. تمام؟ من الاسباب المشهوره الانفلاميشن زي ما قلت لك التهاب البلادر،
التهاب البلادر من اشهر اسباب في مصر كان البلهارزيزز، والبلهارزيز زي ما احنا عارفين بتعمل دم في اخر نقط في البول اللي هي بنسميها تيرمينال هيماتوريا، بنسميها تيرمينال هيماتوريا، ده اسباب الهيماتوريا.